الحمد لله رب العالمين، خلص اليوم على خير. حلو الواحد يختم يومه ويكون مبسوط وسعيد وشايف وحاسس بسعادة الناس اللي حواليه. بعد طبعا توني اشوف السنابات، حرام على الطيعه الاليمه حق رندا ونذاله اسيل. انا قايلت لهم من البدايه اللي بيلعب لعبه الكراسي مع اسيل ترى راح تسحب عليه الكرسي في النهايه، ما حتصدقني لين طاحت رندا. عموما الحمد لله قضينا وقت كثير حلو، ان شاء الله دوم يا رب لنا ولكم وللجميع. في موضوع فتحته انا والبنات واقترحوا علي اني اتكلم عنه في السناب، وفعلا هو موضوع مهم كثير ناس تأذوا منه، وصراحة أنا نفسي وقعت في الفخ. الموضوع هو عن المواقع اللي على إنستغرام. تلاحظون أنكم لما تتفرجون راح يطالكم فجأة كذا حساب لملابس أسعارها مرة رخيصة، ويكتب لكم تحت شوب ناو، ولو تسوق الآن تدخل أو تضغط على شوب ناو يدخلك على موقع ويب سايت فيه فساتين يعرضها لك. وكل للي دخل على الحسابات ويلي عمل أوردر حيلاحظ إنه لليوم ما وصل له ولا شيء، حيمر أسبوع وشهر وشهرين ما يوصلها خصومات على $30 $40 $50، وتشوف الأسعار تحفة يا بالدولار يا بالباوند يا باليورو، المهم إن هي عملة أجنبية. شيء يوصلك طبعا مسج إنه تم الخصم من حسابك، ويوصلك إيميل طلباتك، بس ما راح يوصلكم ولا شيء من اللي طلبتوه. طبعا أنا واحدة من اللي نقص عليهم، صدقت وعملت أوردر ورنا نفس الشيء، ولما فتحنا السيرة اليوم اكتشفنا أنه كثير غيرنا، وكل واحد يقول أنا بعد وصلت من رمضان ما وصلني شيء، واللي من قبل رمضان، فاكتشفنا أنه كلنا وقعنا بنفس الفخ، وأكيد في كثير مصدقين هذه الحسابات وهذه المواقع. خلوا بالكم وأيضا وصلوا هذه الرسالة لكل اللي تعرفوهم يخلون بالهم. راح أخلي لكم نموذج من طريقة العرض المغرية لهم وكيف أنهم عاملين تخفيضات. طبعا طريقة العرض روعة، والفساتين ووريك القماش وكل شيء، بس نصابين.